يظهر الفرح في يوم عاشوراء بالقيام بالولائم وشراء الالبسه والماكولات وفي بعض الاحيان الذبح على نيه التعبد. فعاشوراء ان شاء الله تبارك وتعالى هنالك العديد العديد من الانحرافات، من جمله الانحرافات هنالك الانحراف واسمه العقدي. ما هو الانحراف العقدي اللي كاين تاع الشيعه؟ واسمه ها؟ واسمه؟ لا لا واسمه؟ لا لا بعد ديال الفرس، وهو اشعال النيران. اشعال النيران، اشعال النيران. ثم هنالك واسمه الضرب بالماء. واسمه المقصود تاع الضرب بالماء ها؟ هذه عاده يهوديه، ضرب بالماء. والثالثه ها؟ انحراف واسم اخر. انحراف كاين انحراف اخر واسمه هو القضيه ديال ان شاء الله تبارك وتعالى السحور والشعوذه وشري ثاثه اللي زايده في عاشوره. المرأة اللي ما توليش تشري ذيك الحرباء اللي زايده في عاشوره وتمشي تطرطقها في النار. ها هذه مسائل غادي تشوف تاع السحر وتاع البيع ديال شويه في النار تاع عاشوره. والرابعه كاين ان شاء الله تبارك وتعالى كاين اللي يقول بابا عاشور ولا واسمو بابا عاشور. المرأة تخرج من الدار تقول بابا عاشور تلقى اليوم الشعور، يعني راكي حره، حرك بابا. حنا بابا كان غير المسيحيين، عاشور سماه بابا بحال المسيحيين، بابا عاشور. الله اكبر، حتى عاشور في بلاد المسلمين ولا عندنا البابا؟ نعم. ها؟ فين الضحى؟ احليلي انا قلت الشرق بعيد على هذا الشيء. داروا بابا عاشور، بابا عاشور، وخرجت المرأة بشعرها، المرأة. ها؟ يا خلاص. وكاين اللي يدير المحرقات، يطرد تقول المحرقات والشهب، وشحال يخلعوا نتاع النساء، وشحال من واحد اللي يمشي في ذيك الليله ديرجونس. ما هذا؟ هذا كلها بدع، كلها بدع، كلها بدع. اما واسمو يدار الولائم وشراء الالبسه والماكولات، الولائم، إذا كان كيديرها الانسان يذبح في ذاك النهار تاع عاشوراء يفرح، باش راك فرحان. لأن واحد العدد تاع الناس اللي كيذبح فارحا باش بموتي بقتل الحسين، إذا كان دارها بهذه الطريقة هذه راه هذه بدعة. لكن إلا هو مسكين شاري الذبيحة غير عادة ما عرفش كاع علاش، وراه يوكل ولادو، اسكتوا عليه وخليه يذبح وياكل مع راسه الكبدة. اللهم يذبح له، اسكت كاع ما تهضرش معاه. إلا بغى يوسع العيال ديالو. أما الأحاديث التي تدعو إلى التوسيع في العيال في يوم عاشوراء ما كايناش، ما كايناش. تبقى الحاجة المهمة اللي هي شرعية وسنية وزوية أن تصوم يوم عاشوراء. لماذا؟ ياك صافي، لأن الله سبحانه عز وجل أنجى فيه موسى عليه السلام وأغرق فرعون، وهو يوم يحمد فيه المؤمنون ربهم لانتصار الحق على الباطل. زيد ويذكرنا نحن بالصيام في هذا اليوم أن نتحصن بقوة الإرادة لمقارعة الطغيان، لمقارعة الاستبداد، لمقارعة المستكبرين. منين تجي عاشوراء خصنا نتفكروا باش نقولوا الحق، نأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء منين تجي عاشوراء تذكر الأمة أنها في حالة ما إذا تخلت عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيحكم فيها وسيسلط عليهم مستبدين يقهرونهم ويسيمونهم سوء العذاب. صوموا لتقوية الإرادة حتى تواجهوا بالأمر بالعموم، لا تستسلموا.